مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العرض الإخباري المباشر الذي نقدمه لحضراتكم من قناة العيون. تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بلاغ لها توصلت القناة بنسخة منه أنه تقرر إعادة إجراء اختبار مادة الرياضيات الخاص بشعبة العلوم التجريبية بمسالكها والعلوم والتكنولوجيات بمسالكها بالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين بهذه الشعب، وذلك بعد أن تأكد لها نشر موضوع الاختبار على بعض المواقع الاجتماعية قبل انطلاق إجرائه بمراكز الامتحان. وسوف يتم إجراء الاختبار المعاد بجميع الأكاديميات والنيابات يوم الجمعة 12 يونيو 2015 من الساعة 8 إلى الساعة 11 صباحا بنفس مراكز الامتحان. وتدعو الوزارة جميع المترشحات والمترشحين للحضور إلى مراكز الامتحان المحددة لهم في التاريخ والتوقيت المشار إليهما أعلاه، مصحوبين باستدعاءاتهم لاجتياز اختبارات الدورة العادية. ويعتبر هذا البلاغ بمثابة استدعاء لاجتياز الامتحان المذكور. كما تعلن الوزارة في بلاغ آخر أنها قامت بإجراء تحرياتها حول ما تم الترويج له هذا اليوم بخصوص تسريب موضوع مادة علوم الحياة والأرض المبرمج الخميس 11 يونيو 2015 على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. قد تبين لها أن ما تم تداوله هو موضوع سبق أن طرح في دورة سابقة من دورات الامتحان الموحد للبكالوريا ولا علاقة له البتة بموضوع هذه الدورة، وعلى إثر ما يتم الترويج له حاليا على بعض شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب موضوع مادة الفلسفة. تؤكد الوزارة في بلاغ آخر لكافة المترشحات والمترشحين وعموم المواطنين والمواطنات أن الموضوع المتداول لا علاقة له بالدورة الحالية، ويتعلق الأمر بموضوع لدورة سابقة من دورات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا. والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات فإنها تهيب بالجميع إلى التحلي باليقظة والحذر لصد كل المحاولات التي تسعى للإخلال بالسير العادي لهذا الاستحقاق الوطني، كما تجدد دعواتها لكافة المترشحات والمترشحين لمواصلة اجتياز الاختبارات المتبقية من امتحانات هذه الدورة، وتحمل كل مترشح تخلف عن ذلك كامل المسؤولية. في موضوع آخر، وفي إطار الزيارة التي يقوم بها وفد برلماني عن مجموعة الصداقة الأسترالية المغربية إلى مدينة العيون، قام الوفد اليوم بعقد سلسلة من اللقاءات مع فعاليات حقوقية ومنتخبين تبحثوا في العديد من القضايا. في المتابعة إياد سرتي ومحمد مشنان. أولى لقاءات الوفد البرلماني الممثل لمجموعة الصداقة الأسترالية المغربية كان بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، تباحث بشأن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والحقوقية والتي تعززت بتفعيل الدستور الجديد للمملكة. وضمن برنامج الوفد لقاء مع منتخب مدينة المرسى، نقاش حول أدوار المجالس المنتخبة في تدبير الشأن المحلي، كما النقاش حول مستجدات ملف الصحراء والوضع بمخيمات تندوف. صنعتنا لهم المشاريع المنجزة واللي في طور الإنجاز والمشاريع المبرمجة خلال من عند سنة 2013 إلى 2018. هذا الوفد البرلماني اتضح لهم وشافوا بعينهم المنجزات اللي تمت في 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 في, في الأقاليم الجنوبية وخاصة في مدينة المرسى، وبين أن الوفد بين هذا الوفد البرلماني أن الحل الأنجع لهذا المشكل هو عن طريق حكم ذاتي. والشق الاقتصادي أيضا حاضر ضمن برنامج الوفد البرلماني، لقاء مع ممثلي شركة فوس بكراع للاطلاع على مساهمة هذا القطاع في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها هذه الجهة. كما كان للوفد زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الاقتصادية الحيوية خاصة بميناء العيون، واطلعوا على التجربة المغربية في مجال تدبير المنشآت المينائية. أكثر شيء أثار انتباهي هو الدينامية التي تشهدها مختلف القطاعات. تناقشنا بخصوص العديد من القضايا. نحن كأستراليين لدينا انشغال كبير بخصوص تمدد الحركات المتطرفة، وأظن أنه آن الأوان لإيجاد حل لملف الصحراء، وأرى أن المقترح المغربي يمكن أن يشكل أرضية لهذا الحل.
يذكر أن مجموعة الصداقة الأسترالية المغربية تعد إحدى أهم المجموعات بالبرلمان الأسترالي، تتكون من 31 عضوا بينهم رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، إضافة إلى عدد مهم من البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة وبينهم عدة وزراء. في الشأن التنموي وببوجدورية تحديدا، عقدت اللجنة التقنية الخاصة بالتنمية المندمجة للسياحة القروية والطبيعية اجتماعا لها بمقر عمالة الإقليم برئاسة عامل الإقليم وبحضور فاعلين محليين في القطاع السياحي، وذلك لدراسة آفاق تأهيله واستثمار المؤهلات التي تسخر بها المنطقة. في المتابعة برقنا العروسي ومحمد شعرة. جاء لقاء اللجنة التقنية الخاصة بالتنمية المندمجة للسياحة القروية والطبيعية مع عامل الإقليم من أجل مناقشة جملة من المشاريع المقترحة للنهوض بالسياحة بالعالم القروي للإقليم. مداخلات مختلفة ركزت على أهمية تفعيل رؤية 2020 لوزارة السياحة والرامية لتنويع العرض السياحي الطبيعي وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية. اجتماع حول البرنامج الإقليمي للسياحة اللي كان فيه تحديد مجموعة من النقاط المهمة اللي كتحدد البرنامج الإقليمي للسياحة الطبيعية والقروية، واللي تم فيه تصدير مجموعة من البرامج على صعيد إقليم بوجدور سواء على المستوى الحضري أو على مستوى الجماعات القروية، لدراسة مخطط العمل الذي تقدمت به الشركة المغربية للهندسة السياحية، وهو يتضمن مجموعة من المشاريع المقترح إنجازها لتحقيق تنمية سياحية وبالتالي تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية لساكنة الإقليم، قصد الرفع من وثيرة التنمية الاقتصادية للإقليم. بالنسبة لإتفاقية الشراكة المندمجة للسياحة القروية والطبيعية، تمت مناقشة برنامج العمل برئاسة السيد عامل إقليم بوجدور بالنسبة للمشاريع السياحية المنتقات لإقليم بوجدور من أجل تنمية السياحة الطبيعية والقروية بالنسبة للإقليم. ويأتي هذا اللقاء لتنزيل مضامين هذه الاستراتيجية على أرض الواقع وتحديد الإجراءات اللازمة لإنجاز مشاريع تتماشى مع توجهات الطلب السياحي ولجعل هذا القطاع محركا للتنمية المحلية على الصعيد الجهوي، خاصة وأن الإقليم يتوفر على كل المؤهلات الطبيعية. والأكيد أن لقطاع النقل الجوي مساهمة كبيرة في الدفع القطاعية السياحية. جهة وادي ذهب بالقويرة كأحد أهم الواجهات السياحية بالأقاليم الجنوبية استفادت من العروض الجديدة للخطوط الجوية الملكية. روبورتاج مليكة المرابط ومحمد يدس. مدينة الدخل حاضرة وادي ذهب مدينة سياحية بامتياز ووجهة تزخر بالعديد من المؤهلات السياحية الهامة والتي أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة للعديد من السياح ومحبي رياضات ركوب الأمواج، سياحة ستتعزز بعد زيادة عدد الرحلات الجوية من وإلى مدينة الدخل. بالنسبة للرحلات الجوية اللي ضافت خلال هذا الشهر، وبحكم أننا شركة السياحة الرائدة في مدينة الداخلة، نقدر نأكد لكم بأن الساكنة المنطقة جد فرحانين بهذه الرحلات الجديدة اللي خفضت من الاكتضاد اللي كان خصوصا على مدينة أكادير، حيث أصبحت هناك 4 رحلات في الأسبوع عوض رحلتين. وبالنسبة للخط الرابط بين مدينة الداخلة والدار البيضاء اللي أصبح كل يوم على الساعة 8 صباحا، ويعني والوصول إلى مدينة الدار البيضاء على الساعة 10 صباحا كذلك عوض المساء، نزولا عند الطلبات والمتطلبات ديال الجهة نظرا لكونها أصبحت قبلة متميزة والطلب المتزايد عليها. تم تعديل الاتفاقية من جديد وبالتالي خطوط جديدة ترمط بين مدينة الداخلة والدار البيضاء يوميا، وكذلك هناك 4 رحلات
أسبوعية إلى مدينة أكادير. بالتالي لدينا 12 رحلة في الأسبوع، 4 لأكادير وأربعة وسبعة للدار البيضاء، بالإضافة إلى خطين جديدين بطبيعة الحال إلى العيون بالتناوب مع أكادير. مع زيادة الخطوط الجوية الجديدة والتي تصل إلى معدل رحلتين تقريبا يوميا في اتجاه الدار البيضاء أكادير والعيون تناوبا، أصبح البرنامج السياحي غنيا ومتنوعا. يسعى القيمون على القطاع إلى تثمين مؤهلات المدينة والتعريف بها. بالنسبة للربط الجوي يعني والتوقيت البرنامج التوقيت الجديد للرحلات يعني سيمكن السياح من المرور مباشرة عبر مطار محمد الخامس و التحاق برحلات المراسلة لي فول دو كوريسبوندونس المدينة الداخلة، وكذلك في الرجوع يعني يمكنهم يعني أخذ رحلات المراسلة يعني أنهم يوصلوا مرحلة يعني مبكرة في النهار تتمكنهم من أخذ رحلاتهم كذلك المراسلة إلى البلدان الأوروبية. هذا سيكون له انعكاس إيجابي لأن كنا نشكو من تأخر السياح ومبيت في مدينة الدار البيضاء ما يسبب لهم بعض الإزعاج ويسبب لهم تكاليف زائدة ووقت ضائع. كان شوية في البداية اللي كانت غير رحلة واحدة يوميا كان اكتضاض المقاعد ما نجبروهمش، يكون عندنا إنسان مستعجل عنده اجتماع في الرباط ولا في كازا ما يجبر الوقت ما يجبر البلاصة، واليوم الحمد لله عاد الرحلات فكت المقاعد ولات موجودة. للإشارة فالخطوط الجوية بالداخل ستعزز بخط جديد يربط الداخل بباريس وذلك في غضون الأشهر القليلة المقبلة، مما سيسهل ربط شبه جزيرة وادي الذهب بالقارة العجوز. إلى إقليم طاطا، وفي إطار اتفاقية الشراكة مع بلدية أجد الفرنسية الرامية لتوسيع شبكة التطهير بالمدينة، زار وفد عن هذه البلدية الفرنسية مدينة طنطا حيث طلع على تقدم هذا الورشة التنموي وعقد لقاءات بهذا الخصوص مع فعاليات محلية. حافظ محضار وخالد التركزي. وفد عن بلدية أكدا الفرنسية يتفقد هنا بضواحي مدينة طنطا تقدم أشغال مشروع ربط عدد من الأحياء المحيطة بالمدينة بشبكة التطهير السائلة، المشروع الذي يأتي في إطار اتفاقية للتعاون والشراكة حيث تزيد تكلفته المالية عن 50 مليون درهم، وذلك من أجل تغطية هذه الدواوير بهذه الخدمة الأساسية. الوكالة المكلفة بالماء الأورومتوسطية بفرنسا تسمح بعقد شراكات مع جماعات محلية خاصة بالمغرب من أجل المساعدة في التمويل لمشاريع مرتبطة بالصرف الصحي، واليوم هو تجسيد لإحدى هذه الشراكات حيث نعمل في الشطر الأول من أحد الاتفاقيات، ونحن جد سعداء بعقد هذه الشراكات بين فرنسا والمغرب. هذا المشروع الكلفة الإجمالية ديالو 50 مليون درهم، يخص 4 أشطر. الشطر الأول اللي جاءت اليوم البعثة الفرنسية للوقوف على الإنجاز ديالو ولإعطاء انطلاقة للشطر الثاني. الشطر الأول الكلفة الإجمالية 15 مليون ديال الدرهم، الشطر الثاني اللي أعطوا انطلاقة ديال اليوم 15 مليون ديال الدرهم، على أساس يتم المصادقة على الأشطر الأخرى الشطر الثالث والرابع إن شاء الله. أعضاء الوفد الفرنسي عقدوا جلسة عمل مع المسؤولين المحليين بالإقليم لتدارس آفاق هذا المشروع الذي يتوزع على 4 أشطر، لقاء آخر مع فعاليات مدنية بالمنطقة لتقديم هذا المشروع الحيوي وآثاره على مستوى تنمية مختلف الأحياء المستهدفة بالوسط الحضرية. حقنا شي حاجة كثيرة هو دوزنا واحد الحارة لجوج أحياء مهمين هو انتفيان وتيغرمت، وكملنا ذاك المشروع وتقريبا الحمد لله مزيد على ثلثين ديال الساكنة يعني تبروشا وديجا سمعتوا في مقص واد الحال ونتمنوا داك الثلاثه اخر باش في اقرب وقت. مشروع حيوي اذا يفعل التعاون المغربي الفرنسي في العديد من المجالات التنمويه خاصه منها تلك التي تستهدف بشكل مباشر الساكنه التي تتطلع الى شتى الخدمات الاساسيه.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول والذي نظمته جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بتنسيق مع المختبر المتعدد التخصصات والكلية المتعددة التخصصات التابعين للجامعة، نشط منظم المؤتمر طاولة مستديرة حول موضوع التنمية والبيئة بإفريقيا بحضور دبلوماسيين أفارقة وخبراء مغاربة، بالإضافة إلى مشاركة فعاليات اقتصادية وجمعوية. محمد الفويرس ومحمد مشنان. رحاب جامعة السلطان مولاي سليمان يحتضن مائدة مستديرة حول موضوع آفاق التنمية بإفريقيا على هامش المؤتمر الدولي الأول المنعقد ببني ملال. أجمع المتداخلون على أهمية ما تمتلكه القارة الإفريقية من مؤهلات وإمكانيات تسمح لها باحتلال موقع متميز داخل المنظومة الاقتصادية العالمية، شريطة تثمين مواردها الطبيعية والبشرية، خصوصا وأن القارة تعد سوقا اقتصاديا واعدا بحيث يفوق تعداد الساكن المليار نسمة فضلا عن تنوع مواردها الطبيعية. ويعد القطاع البنكي من بين أكثر القطاعات المالية والاقتصادية المغربية حضورا بالعديد من البلدان الإفريقية. العلاقات ديالنا مع الدول الإفريقية من غير العلاقات الاقتصادية هي علاقات سياسية وعلاقات أخوية. إذا الأبناك المغربية اليوم هي موجودة في إفريقيا باش تساهم في التنمية ديال القارة الإفريقية، وباش تساعد حتى المقاولات المغربية على أنها تمشي وتطور وتجعل الخبرة ديالها في خدمة الدول الإفريقية الشقيقة. المغرب يعني متطور جدا في المجال المالي بوجود مجموعه ديال الابناك داخل افريقيا. هناك يعني لي سيمونتري كما تنقولوا او يعني البي تي بي، يعني المغرب يعني متطور ورابط يعني دفع جذور ديالو في افريقيا. المركز الجهوي للاستثمار لجهه تاد لازيلال قدم معلومات وافيه عن اهم الامكانيات الاقتصاديه والاجتماعيه والطبيعيه للجهه، خصوصا على مستوى القطاع الفلاحي، بحيث تساهم الجهة بنسبة 50% من الإنتاج الفلاحي الوطني، مما دفع المسؤولين المحليين إلى خلق قطب للصناعة الفلاحية سيساهم في تثمين المنتوج الفلاحي، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئية المعتمد عليها دوليا ووطنيا. مسار التنمية بالجهة يعرف تقدما ملحوظا على كافة المستويات والقطاعات في أفق الانفتاح على الاستثمارات الخارجية. حاليا كنحاولوا باننا نستقطبوا الناس من افريقيا، لهذا تنجيب المركز الجهوي للاستثمار طبعا مع مساعده الجهه والولايه. نحن في صدد وضع استراتيجيات جديده لتطوير المجال وتطوير المنطقة بصفة عامة. هذا نموذج مغربي لتدبير قطاع النقل الحضري وبين الجماعات اللي كان نوجهوه لإفريقيا في التجربة المغربية في التدبير المفوض بالنسبة لقطاع النقل الحضري والنقل القروي. الحمد لله هذا قطاع اللي هو قطاع النقل هو قطاع مرتبط بالتنمية. منح المؤتمر الدولي الأول المنعقد بمدينة بني ملال حول موضوع الرهانات الاستراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة بإفريقيا، منح مساحة واسعة للتواصل والمناقشة بين المسؤولين والأكاديميين والخبراء المغاربة مع نظرائهم بالقارة الإفريقية من أجل تطوير وتحديث وتعزيز العلاقات المغربية الإفريقية. وللحديث أكثر عن دوافع تنظيم المؤتمر الدولي لبني ملال وأهم محاوره، أجرى الزميل الصحفي محمد الفويرس لقاء مع الأستاذ الشيخ الكبير ماء العينين، أستاذ بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وعضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الأول، لنتابع. عرف المؤتمر الدولي الأول المنظم بمدينة بني ملال حول موضوع لآليات استراتيجية لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة بإفريقيا، عرف مناقشة العديد من المواضيع ذات صلة بالبيئة وبالعلاقات المغربية الإفريقية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني أن أستضيف السيد الشيخ الكبير ماء العينين، أستاذ جامعي عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي. السيد الشيخ الكبير ماء العينين، أهلا بك بقناة العيون. أهلا وسهلا، وفي البداية نرحب بهذه القناة العزيزة علينا والتي أتت من كذلك هذه المدينة الغالية لكي تشاركنا أفراح هذا المؤتمر
أفراح المؤتمر المرتبطة بيومين غنيين بالنتائج. بالنسبة للتساؤل الأول، السؤال الأول، ماذا عن أسباب ودواعي تنظيم هذا الملتقى الدولي؟ دواعي تنظيم هذا المؤتمر تأتي لبنة كبرى طبعا كانت وستبقى من خلال المختبر المتعدد التخصصات، والذي يحتل مكانة كبيرة في الكلية المتعددة التخصصات. طبعا هناك الزيارات الملكية التي كانت وستبقى رائدة في التنمية والبحث والتفكير عن كيف يمكن أن نعالج هذا المفهوم عن طريق هذه المؤتمرات. طبعا هنا نبحث عن الكيفية، ولكن لا يمكن أن ننسى كذلك جانب الدبلوماسية الأكاديمية. هنا مزجنا بين شيئين اثنين، أولا الجانب الأكاديمي، أي هناك أساتذة جامعيين لهم دراسات في الإطار، وكذلك أتينا بدبلوماسيين يشتغلون في الميدان. هنا نتحدث عن ممثل الدولة المالية، وكذلك ممثلين عن دولة ليبيا، وممثلين عن دولة ساحل العاج. إذن هذا اللقاء تتوج بانخراط لاسجيم كشريك أساسي وفاعل في هذا المؤتمر، حيث كانت هناك دائرة مستديرة عولجت فيها عدة قضايا مرتبطة بالاستثمار ومرتبطة بمفهوم التنمية كما يفهمه الأفارقة. إذن نحن جميعا معنيين بهذا المفهوم، معنيين بالدفع بالأمام بالدبلوماسية الأكاديمية في هذا الإطار، ولن يأتى ذلك إلا لتضافر جميع الأطراف كأكاديميين وكذلك كدبلوماسيين، وفي الأخير كذلك كمقاولات تشتغل في الميدان لربط جسور بين هذه الدول وخلق مناخ أساسي للاستثمار. إذن من هنا كانت الفكرة، من هنا كانت الدواعي، وهذا ما اشتغل عليه هذا المختبر المتعدد التخصصات الفتي، لأنه في ظرف لا أخفيكم علما أن هذا المختبر له فقط سنتان. إذن سنتان ويبدأ بهذا المشروع الطموح، أقول بصدق أنه حقق جميع أهداف المرجوة في هذا المؤتمر. هنا للإشارة أريد أن أتحدث عن محور أعطيناه في الحقيقة الكثير، وهو كيف ترى إفريقيا جانب الجهوية. هنا عولج هذا 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 المحور عن طريق ورشات متعددة وكثيرة، وأفضت إلى مجموعة من التوصيات. هنا أود كذلك أن أشير إلى الجانب العلمي الأكاديمي، حيث أنه والحمد لله حطمنا الرقم القياسي في الإنتاج العلمي. توصلت اللجنة العلمية بإنتاج يصل إلى 160 إنتاج علمي، عبارة عن مداخلات علمية قيمة تخص بالذكر الجانب المرتبط بالتحليل، وبعض المداخلات مرتبطة بالجانب الوصفي. إذن بالمجمل نقول أن هذا الإنتاج العلمي كان غني. إضافة إلى ذلك هناك 19 محاضرة أتت كتتويج آخر لهذا المؤتمر. هنا أتحدث عن جنسيات مختلفة، أي تجارب مختلفة، كانت فيها أوروبا، أمريكا اللاتينية، هناك آسيا، يعني أقول من القارات، وهذا كان كله في خضم تفاعلات أعطت وأجادت وأعطتنا الكثير في هذا الإطار. هل بالإمكان إعطانا صورة ملخصة عن الخلاصات اللي خرجتوا بها من هذا المؤتمر الدولي؟ سوف أعطي بعض الخلاصات. الخلاصة الأولى، لا يمكن في الوقت الراهن
على هذه الدول السائرة في طرق النمو أن تبقى حبيسة الارتباط بالشمال. إذن التفاعل جنوب-جنوب أصبح يفرض نفسه، وصراحة هنا صاحب الجلالة في هذا الإطار أعطى المثال الأعلى. نرى جميعا الزيارات المتكررة لهذه الدول وما حققتهم من نتائج على الأرض، وهذا ظهر جليا في المائدة المستديرة التي كانت محور هذا المؤتمر. النقطة الثانية وهي التقارب ووضع لبنات أساسية لهذه المفاهيم، مفهوم التنمية، مفهوم التنمية المندمجة، مفهوم كذلك التنمية المندمجة في إطار معين، أي هل فقط نتكلم عن التنمية في إطار ما هو اقتصادي أو في ما هو ثقافي أو في ما هو اجتماعي؟ إذن هنا يجب أن نحصر المفهوم لكي نتغلب عليه. إذن أقول هنا أنه حسب هذه الورشات وهذه المحاضرات لدينا بذرة تبدأ من الآن لكي نعمل عليها لاحقا إن شاء الله إذا تمكنا بالنسبة في المؤتمر القادم إن شاء الله. وكما غطيتم هذا الحدث نتمنى أنكم تعودوا لتغطوا كذلك هذا الحدث إن شاء الله المرتقب في المؤتمر الثاني إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الأخير، هل تخططون مستقبلا تنظيم ملتقيات مثل الملتقى الدولي الأول في نسخته الأولى واللي أعطاكم تجربة في هذا المجال؟ هل تفكرون جديا مستقبلا في تنظيم ملتقيات؟ فعلا كما قلت وكما ذكرتم في سؤالكم، نعم نقول أننا اكتسبنا تجربة من هذا المؤتمر وسوف نسير على نفس النهج. سوف تكون هناك النسخة الثانية من هذا المؤتمر، سوف نفكر معيا مع شركائنا ومع الجامعة ومع أعضاء المختبر على أن تكون النسخة الثانية تكملة لتوصيات هذا المؤتمر، وطبعا أنتم مدعوون لتغطية هذا المؤتمر. السيد الشيخ الكبير مع العينين، أستاذ جامعي، عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي الأول بمدينة بني ملال، شكرا جزيلا لك. عودة مشاهدينا الكرام إلى استوديو القناة بمدينة العيون. في موضوع آخر، تم بالمنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أوسردة حجز شاحنة كانت محملة بأنابيب بلاستيكية تحتوي على كميات هامة من مخدر الشيرة. شاحنة كانت متجهة إلى دولة النيجر. تم الضبط بالمعبر الحدودي للقرقرات شاحنة محملة بأنابيب بلاستيكية متجهة إلى دولة النيجر، وعن طريق الفحص بالأشعة ديال السكانير تم ضبط كمية هائلة من مخدر الشيرة، وهي مخبأة بعناية من في الأنابيب بلاستيكية من الحجم الكبير وداخلها أنابيب من حجم صغير. وهذه الكميات عبارة عن لوحات من الشيرة بأشكال مختلفة داخل يعني مغلفة بأفلام بلاستيكية من يعني ألوان مختلفة. وإلى حد الآن احنا وصلنا لواحد الكمية ديال 3 طن، وعندنا يعني احتمال أنه فوق الكمية 10 أطنان من الشيرة. بالطاحة المركز، نظمت اللجنة المحلية للتنمية البشرية دورة تكوينية في موضوع التكوين رافعة للتنمية، دورة استفاد منها العديد من المتدخلين في هذا المجال. محمد المصطفى خياب، المحجوب، كازيزة. في هذه الدورة التكوينية بطاحة المركز حول موضوع التكوين رافعا للتنمية، تناول المشاركون عديد القضايا ذات الصلة ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعة الطاحة القروية بمركزها الطاح وأمجريو. هي مناسبة ركز خلالها المكون على مواضيع عدة ذات الصلة بتتبع ومتابعة وتقييم مختلف المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج من لدن اللجنة المحلية للتنمية البشرية، في خطوة تروم تقريب مضامين وفلسفة برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأهدافها الرامية لتحسين أوضاع المواطنين سيما ساكنة العالم القروي.
كل سنة يكونوا 6 أيام تكوين، وعطى نتيجة مهمة للجمعيات وللتعاونيات وللمجتمع المدني كامل وللمنتخبين، وصبحوا دول المشاريع اللي احنا نزلوا صبح عندهم كاملة كاملين، عندهم مشاركين فعالين ويتبعوا المشاريع ومنجحين المشاريع اللي التكت عليه مهمة يتبعها ونجحها. إذا احنا الهدف منه هو تهيئة ساكنة، تهيئة سكانها اللي تنفيذ مشاريعها واللي تبني مشاريعها في بلدها، باش نكون إن شاء الله عند حسن ظنتهم. هذه الدورات كان أثرها إيجابي على الساكنة وعلى على المجتمع المدني بصفة خاصة، اللي في الحقيقة الجمعيات والتعاونيات في هذه الجماعة بدأت تدرك معنى ومفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسهلت عليها كذلك التعاطي مع هذا الورش الملكي الهام، واللي في الحقيقة إنجازات اللجنة المحلية على مستوى المبادرة المحلية بهذه الجماعة هي رائدة. الموضوع الأول المتعلق بالتتبع التقييم، شنو المطلوب من كل حامل مشروع خلال المراحل ديال من فكرة المشروع، من يطرح المشروع دياله إلى حدود التمويل دياله وبداية الانطلاق ديال المشروع، شنو الأشياء اللي ملزم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باش يكون عارفها باش يوجدها، وكذلك نوعية التقارير، نوعية الوثائق اللي خص تكون مرفوقة لكل مشروع مشروع على حدة. المستفيدون هم مختلف الأطر الإدارية لجماعة طاحة القروية وممثلية التعاونيات والجمعيات المحلية الناشطة في عديد القطاعات. هم اليوم ضمن هذه الدورة التكوينية يطرحون عديد الإكراهات والمنجزات المحققة عبر مشاريعهم المتنوعة، على أمل أن تساهم هذه الدورة التكوينية في تطوير قدراتهم مستقبلا. هي صراحة دورة تكوينية ناجحة، واللي هي كتهدف لتكوين جميع الجمعيات والتعاونيات، واللي كتعطيهم واحد الشحنة وكتشجعهم على أنهم يستمروا في المشاريع ديالهم، واللي كتعطيهم كيفاش يتبعوا المشاريع ديالهم وتكون ناجحة. دورة تكوينية فيها إفادة للساكنة، ودورها للساكنة زين ومفعولها زين على الساكنة، وتكون فيها قدر من الأجيال اللي تزيد بها القدام وتزيد بالساكنة وتزيد بالجماعة. على صعيد جماعة الطاحة القروية بإقليم طرفايا، حققت مجموعة من المنجزات الهامة على صعيد برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تضافرت فيها جهود اللجنتين الإقليمية والمحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، راعت عبرها التقرب أكثر من الفئات المعوزة والفقيرة والتي تعاني الإقصاء الاجتماعي والهشاشة والتهميش. إلى السمارة، حيث تتواصل الإقصائيات الخاصة بمسابقة تجويد القرآن الكريم التي تنظمها قناة العيون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المسابقة الإقصائية عرفت مشاركة جميع كتاتيب الإقليم، قد حضرها عامل الإقليم رفقة وفد رسمي. في المتابعة لعلي حميميد وطاقم القناة. الفائزان في الحفظ الكامل والحفظ الجزئي في مسابقة تجويد القرآن الكريم المنظمة من طرف قناة العيون سيمثلان مدينة سمارة في الإقصائيات النهائية بعد إجازتهما من لجنة حرصت على التدقيق في القواعد والحفظ من أجل تمثيلية مشرفة للمدينة في الإقصائيات، والتي كانت ولا زالت عاصمة علمية للأقاليم الصحراوية. وفاز من كل فرع الحفظ الكامل وفرع الحفظ الجزئي، فاز عن كل فرع ممثل عن إقليم السمارة، اللي يلتحق إن شاء الله بأقرانه وبأصدقائه من الأقاليم الأخرى في المسابقة النهائية مدينة العيون. وجزى الله خيرا القائمين على هذه المسابقة والداعمين كذلك لها. نحن مسرورون بهذه المسابقة جد سرور، لأن هذه المسابقة نفتخر بها، ونتمنى من الله أن نذهب إلى الأمام. أنا جد سرورا بكوني فائزة من الفرع الجزئي لحفظ القرآن الكريم، وأشكر قناة العيون التي نظمت هذه المسابقة النسخة الرابعة من هذه المسابقة، والتي تعتبر تحفيزا وتشجيعا لنا.
مسابقة تجويد القرآن الكريم سياسة غايتها نشر وتوسيع قاعدة حفظة الكتاب وتربية الصغار قبل الكبار على مبادئ الدين الحنيف، فطوبى لأولياء كان لهم الفضل في تربية فلذات أكبادهم على حفظ وتجويد القرآن الكريم. رياضيا، احتضنت القاعة المغطاة العودة بالعيون المباراة النهائية لكأس عصبة الصحراء لكرة القدم داخل القاعة التي شهدت تفوق نادي نقل المغرب العربي على نادي أولمبيك العيون. محمد بتاح وأبو جمع الزاوي. نقل المغرب العربي لكرة القدم داخل القاعة بطلا لكأس العصبة بعد تفوقه على أولمبيك العيون بهدف واحد دون مقابل. هذه المسابقة التي تهم اللاعبين أكبر من 35 سنة تميزت بمشاركة أندية من مدن السمارة، العيون، بوجدور والداخلة طيلة هذا الموسم الرياضي 2014-2015. فوز هذا الفريق تحقق بعد ندية ومنافسة رياضية بين الفريقين المتباريين وسط متابعة جماهيرية وبحضور بطلة المغرب في كرة القدم النسوية. مقابلة النهائية كما شاف الجميع جالس في أجواء رياضية، مقابلة جميلة انتهت بهدف 1-0. هذا لا يعني أن الفريق اللي فاز هو اللي كان قوي، فرص كان تكافئ بالنسبة للجميع، وفي الحال الآخر كان نهنئ فريق النقل العربي على هذا الفوز. هذا كنهني فريق نقل المغرب العربي على الفوز ديالو بالنهاية ديال كأس العصبة، وكنقول هارد لك فريق أولمبيك العيون، وكنهني المسيرين والمشرفين على فريق نقل المغرب العربي، وكذلك لجنة كرة القدم المصغرة اللي سهرت على إنجاح التظاهرة. بالمناسبة كنتمنى الشفاء العاجل لإطار باسو الدين. كانت أجواء نهائية بمعنى الكلمة، والفريقين أعطوا صورة للروح الرياضية والتنافس، وهذا هو اللي خلينا إن شاء الله نعمله باش تكون الأمور زينة أكثر العام الجاي إن شاء الله. ختام هذا الحفل الرياضي عرف تكريم النادي البلدي لكرة القدم النسوية، إضافة إلى توزيع الكؤوس والجوائز والميداليات على الفرق المتوجة بكأس العصبة، وبذلك يرفع الستار عن آخر مباريات كرة القدم المصغرة بعصبة الصحراء التي عرفت تتويج نقل المغرب العربي بالكأس، وفوز أولمبيك العيون بالبطولة الجهوية وصعوده للقسم الثاني الموسم المقبل. جديد الصحف الوطنية اليوم غد إن شاء الله في تقرير الزميل محمد أمين القارح. نستهل قراءتنا لجديد الصحف من صحيفة هيسبريس التي كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إعادة إجراء اختبار البكالوريا في مادة الرياضيات الخاص بشعبة العلوم التجريبية بمسالكها والعلوم والتكنولوجيات بمسالكها بالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين بهذه الشعب، وحدد موعد الاختبار المعاد يوم الجمعة 12 يونيو، وذلك من الساعة 8 إلى الساعة 11 صباحا بنفس مراكز الامتحان. وذكرت هيسبريس أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دعت جميع المترشحات والمترشحين لامتحانات البكالوريا في الشعب المذكورة إلى الحضور إلى مراكز الامتحان المحددة لهم، مرفقين باستدعاءاتهم لاجتياز اختبارات الدورة العادية بحسب البيان ذاته. قرار إعادة اختبار الرياضيات في امتحانات البكالوريا التي تجري في مختلف المؤسسات التعليمية ومراكز الاختبارات بالمغرب بين 9 و11 يونيو تقرر بعد تأكد الوزارة من نشر موضوع الاختبار على بعض المواقع الاجتماعية قبل انطلاق إجرائه بمراكز الامتحان. يومية المساء كتبت في عددها الصادر يوم غد الخميس: كشف محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة ليمر شهر رمضان في أحسن الظروف، وأنها توعدت المخالفين، مؤكدا أن الوزارة تتابع كل التدابير المتخذة بصرامة. وذكرت المساء أن هذا كان خلاصة جواب محمد الوفا على سؤال بمجلس النواب، وكشف أن اللجنة الوطنية المكلفة بمكافحة وزجر الغش ستقوم بتتبع الأسواق بمختلف ربوع المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية. ونختم جولتنا من يومية الأحداث المغربية حيث كتبت: عقدت اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عقدت اجتماعا عرف تسليم أشغال الطرفين المغربي والفرنسي
حول مواضيع مختلفة مثل الهجرة والإصلاحات السياسية والجهوية والصيد البحري والفلاحة وحقوق الإنسان. كما من المقرر أن تقوم اللجنة بالدراسة والمصادقة على تقرير حول قضيتي الإرهاب والأمن. وذكرت الأحداث المغربية أن اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تم إحداثها في ماي سنة 2010 وفقا للوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب سنة 2008. وترم ذات اللجنة تعزيز الروابط بين برلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان المغربي، كما تشكل هذه المؤسسة فضاء سياسيا أساسيا للتعريف بمشاريع الإصلاح التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات. ويسمح إحداث هذا الفضاء أيضا بإطلاع أعضاء اللجنة البرلمانية الأوروبية على مستجدات قضية وحدتنا الترابية. والآن إلى أحوال الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية اليوم غدا إن شاء الله، إذ ستنتشر سحب منخفضة بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل، إضافة إلى مرور سحب من الأجواء العليا من جنوب المنطقة خلال النهار. درجة الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 17 درجة بكل من قليميم، الزاك، سمارة، الداخلة وبقرع، و 21 درجة بأوسرت. في المقابل ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 37 درجة بإقليم طاطا و 22 درجة بسيدي إفني. حالة البحر بالوجه الأطلسي، سيكون البحر قليل الهيجان الهائج بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 7:01، أما الغروب سيكون في حدود الساعة 8:42 بحول الله. درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا: 45 درجة بنواكشوط، 39 درجة بنواديبو، 26 درجة بلاس بالماس، 33 درجة بتندوف، 34 درجة بالربوني مع التسجيل، 25 درجة بالعاصمة الرباط. في ختام هذه النشرة